في إطار الاستعدادات والتحضيرات للمشاركة في الذكرى الثالثة لانتفاضة الثاني من ديسمبر التي ستقام بعد أيام في مدينة المخا، القطاع النسوي بالمؤتمر الشعبي العام بمديرية الخوخة عقد لقاء تشاوريا للإعداد والمشاركة في هذه الفعالية الوطنية العظيمة. نحن الآن شوارع حسام مستشهدين الذكرى الثالثة ديسمبر الحفل الذي سيقيم بالمخا إن شاء الله يوم الجمعة، إن شاء الله نكون على قد الاستعداد والمناسبات إن شاء الله. الاجتماع النسوي ناقش الاستعدادات وتوزيع المهام على المشاركات في الفعالية وتشكيل لجان طوعية لخدمة النساء الذين سيحضرن الفعالية بأعداد كبيرة بما يتناسب مع تميز الفعالية لهذا العام. نستعد لذكرى استشهاد الزعيم علي عبد الله صالح الحي في كلوبنا، هو ورفيق دربه عارف السوكة، وإننا على الدرب سائرون ولوصاياه عاملون، وإن شاء الله سوف نظل ونستمر على وصاياه التي أوصاها بنا، وإنا للزعيم لحافظون. كما أكد القطاع النسوي تمسكهم بوصايا الزعيم وأدن في اجتماعهن الجرائم الحوثية بحق النساء والأطفال، وآخرها جريمتي التحيتة والدريهمي التي راح فيهما العشرات من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال. من محافظة الحديدة شرف الشمري، اليمن اليوم.